سيدة جيهان أبو زيد من برلين، أيضا قبل قليل أعلن عن إفلاس شركة نورد ستريم 2، هل معنى هذا الخبر أن هذا المشروع الضخم الذي استغرق 10 أعوام وهو انتهي من تجهيزاته بالفعل قبل 6 شهور، هو جاهز لضخ الغاز، هل معنى ذلك الخبر أن هذا المشروع بات جزءا من الماضي؟ هذا سؤال يصعب الرد عليه بالنفي أو الإيجاب، لأن كما ذكرت حضرتك هذا المشروع استثمر فيه مليارات من الجانب الألماني وأيضا من الجانب الروسي، وأظن أن الخط الآن وكل المناقشات حول الخط دخلت في الضغوط السياسية، وبالتالي هذا الخط هل سيتوقف نهائيا؟ من الأساس هذا الخط لم يكن، وحتى لحظة الحرب لم يحظى بالموافقة الألمانية على الجودة الفنية، وبالتالي هو كان قيد التقييم، لكنه كان من المتوقع أن يقيم إيجابيا وأن يستمر لو لم تحدث الحرب. في تجميد الموقف الآن سيجمد خط الغاز ويعاد النظر وفق الرؤية السياسية ووفق ما ستسفر عنه الأحداث الراهنة، ولكن إجمالا أصبح هناك نظرة أخرى، وسيتم إعادة تقييم تلك العلاقة المبنية على استيراد الغاز من روسيا إلى ألمانيا. ربما يكون هناك توجه إلى تنويع مصادر الطاقة، ربما يكون هناك توجه لخفض على الأقل ولو بدرجات ما الاستيراد من روسيا، ولكن ليس من منظور القريب استخدام خط الغاز، خاصة بعد ذلك التقارب الذي حدث وللمرة الأولى ما بين برلين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعارض بقوة هذا الخط، والآن وبعد ما حدث صارت الرؤية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين برلين متفقة على الأقل حتى الآن.